لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح ومراجعة منهج كونكت برايمري 1 او الصف الاول الابتدائي ترم 2 الترم الثاني. والنهاردة هنراجع مع بعض على يونت 13 I can see a rocket. I can see a rocket أو أنا أستطيع أن أرى صاروخا. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا أصحابي الكلمات الهامة الموجودة في يونت 13 أو في الوحدة 13، أول حاجة باص. باص يعني أوتوبيس. باص باص يعني أوتوبيس. بايسكل بايسكل يعني دراجة. بايسكل بايسكل يعني دراجة. كار كار يعني سيارة. كار كار يعني سيارة. تراك تراك يعني عربية نقل. تراك تراك يعني عربية نقل. ترين ترين يعني قطار. ترين ترين يعني قطار. راكت راكت يعني صاروخ. راكت راكت يعني صاروخ. ياكت ياكت يعني يخت، اللي هو اللانش اللي بيمشي في المية، اليخت الكبير ده اسمه ياكت. ياكت ياكت يعني يخت. موتور بايك موتور بايك يعني موتوسيكل. موتور بايك موتور بايك يعني موتوسيكل. فان فان يعني شاحنة، اللي هي العربية المقفولة ومقفلة من الجناب. فان فان يعني شاحنة. أسترونوت أسترونوت يعني رائد فضاء. أسترونوت أسترونوت يعني رائد فضاء. وكمان أخذنا الترافيك ساينس أو إشارات المرور. ترافيك ساينس يعني إشارات المرور. خدنا يعني إيه ستوب. ستوب يعني توقف. ستوب ستوب يعني توقف. كروس ذا رود كروس ذا رود يعني اعبر الطريق. كروس ذا رود كروس ذا رود يعني اعبر الطريق. جو جو يعني اذهب امشي، طبعا ده لما بتبقى الاشاره جرين زي ما احنا شايفين قدامنا. جو جو يعني اذهب امشي. اخذنا كمان النمبرز from 1 to 5 1 2 3 4 5 لازم نبقى حافظين ازاي نكتبهم in letters او بالحروف. عندنا كمان في الفونكس الخاصة بيونت 13 ازاي ننطق حرف X وازاي ننطق حرف Y وازاي ننطق حرف Z. بالنسبة لحرف X هننطقه بالشكل ده كس زي كلمة box. box box يعني صندوق. box box يعني صندوق. وزي كلمة sex. sex يعني رقم ستة. sex sex يعني رقم ستة. وزي كلمة fox. fox يعني ثعلب. fox fox يعني ثعلب. بالنسبة لحرف الواي بننطقه زي ما نكون بننطق حرف اليه. يا 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 زي لما نيجي ننطق كلمة ياكت. ياكت ياكت يعني يخت. ياكت 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 يعني يخت. وزي كلمة يوغرت يوغرت
يوجرت يعني زبادي، يوجرت 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 يعني زبادي. وزي كلمة يويو 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 اللي هو لعبة اليويو يويو يويو. أما بالنسبة لحرف الزد فبننطقه ز ز، زي كلمة زبرا 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 اللي هو حمار وحشي، زبرا زبرا اللي هو حمار وحشي. وزي كلمة زو 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 اللي هي حديقة حيوان، زو 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 اللي هي حديقة حيوان. وزي كلمة زبا 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 اللي هي سوستة، زبا 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 اللي هي سوستة. أخدنا كمان في يونت 13 إزاي لما أجي أقول كان، كان يعني يستطيع، أي فيرب بيجي بعد منها بيجي في الانفينيتيف أو بيجي في المصدر، بيجي من غير ما يكون لي أي تصريف. يعني لما أجي أقول مثلا I can أنا أستطيع، ممكن أقول بعد منها see see يعني يرى، ممكن أقول بعد منها eat eat يعني يأكل، ممكن أقول بعد منها walk walk يعني يمشي. أي فيرب هيجي بعد كان هيجي في المضارع، هيجي في المصدر بتاعه، مش هيكون في أي زمن من الأزمنة، هيجي في المصدر بتاعه. فلما أجي أقول كان بيجي بعد منها الفيرب في الانفينيتيف أو في المصدر طبعا. ولما أجي أقول كان ده بيعبر عن الاستطاعة على فعل شيء من الأشياء. فمثلا ممكن أقول I can see a bus. I can see a bus. أنا أستطيع أن أرى أتوبيس. ممكن كمان أقول I can see a truck. I can see a truck. يعني أنا أستطيع أن أرى عربة نقل. وأخذنا كمان في يونت 13 السنجولار والبلورال. السنجولار اللي هو المفرد، الحاجة الواحدة بنقول عليها سنجولار أو مفرد. أما البلورال، البلورال أو الجمع فهو حاجتين أو أكتر. السنجولار حاجة واحدة بس، أكتر من حاجة بتبقى بلورال. يعني في اللغة الإنجليزية عندنا مفرد وعندنا جمع. المفرد بيكون حاجة واحدة بس، أما الجمع بيكون أكتر من حاجة، من أول اتنين فأكثر. فمثلا ما أجي أجمع أي اسم من الأسماء، يعني مثلا بايسكل أو باص أو اسم أي حاجة من الحاجات اللي حوالينا، يا إما بنحط لها اس يا إما بنحط لها اي اس. طبعا بنحط اس في آخر الاسم، آخر الاسم اللي هنخليه جمع لما يكون ما بينتهيش بحرف من الحروف اللي هقولها دلوقتي. طبعا بنحط لها اس في الحالة العادية خالص. في بعض الحالات بنحط اي اس، يعني مثلا فان بنقول فانس، فانس يعني شاحنات، فان بنقول عليها فانس يعني شاحنات. وطبعا اي اسم في الدنيا لو عايزين نحطه في البلورال او في الجمع بنحط في اخره اس وبالتالي بيكون جمع، الا في بعض الحالات. اول حاجة لو الاسم ده بينتهي بحرف الاس او الاس اس او السي اتش او الاس اتش او الاكس او الاو، اي حاجة من الحالات دي بدل ما بنحط اس بنحط اي اس. يعني اي اسم بينتهي باس، اس اس سي اتش اس اتش اكس او، بنحط في الاخر اي اس علشان نخليه جمع. زي كلمة بايسكل، بايسكل هنا ما بتنتهيش بأي حرف من الحروف دي، ولا بتنتهي بإس ولا بتنتهي بإس إس ولا بتنتهي بسي إتش ولا بتنتهي بإس إتش ولا بتنتهي بالإكس ولا بتنتهي بالأو، فحطينا لها إس بشكل عادي خالص، بقت بايسكلز. بايسكلز يعني دراجات. لكن مثلا كلمة بص، بص هنا بتنتهي بحرف الإس، واحنا عرفنا ان اي اسم من الاسماء بينتهي بالاس او بالاس اس او بالسي اتش او بالاس اتش او بالاكس او بالاو بنحط له اي اس علشان نخليه بلورال او نخليه في صيغة الجمع. فعلشان كده لما جيت اقول I can see two قلت
باي سكيلز باي سكيلز وحطيت اس بس فبقيت دراجات. I can see two bicycles. أنا أستطيع أن أرى دراجتين. لكن لما جيت أقول I can see three فحطينا هنا ES في آخر كلمة بس لأنها بتنتهي بحرف الإس زي ما قلنا، فكان لازم نحط لها ES علشان نخليها في صيغة الجمع. فقلنا I can see three buses. I can see three buses. لازم نحفظ القاعدة دي يا أصحابي لأنها قاعدة مهمة جدا. أي اسم من الأسماء بينتهي بالإس أو الإس إس أو السي إتش أو الإس إتش أو الإكس أو الأو، لما بنيجي نحطه في صيغة البلورال أو الجمع بنحط له إي إس، ما بنحطلوش إس بس. وبكده نكون عملنا مراجعة سريعة على يونت 13 والمحتوى الخاص بيها. إن شاء الله هنعمل مراجعات تانية على اليونتس التانية، وهنحل أسئلة في الآخر خالص علشان نثبت المعلومات في دماغنا. أتمنى تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.